ثروة مهمة وكنز كبير تضمه جامعة القاهرة متمثلا في المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة التي هي امتداد للمكتبة الأم التي مضى على إنشائها أكثر من 100 عام. هذه المكتبة تقدم خدماتها للمستفيدين من داخل وخارج جامعة القاهرة المهتمين بالبحث العلمي. بقى لنا الوقت 103 سنة افتتاح جامعة القاهرة، والمكتبة المركزية الجديدة هي امتداد للمكتبة المركزية جامعة القاهرة بنسميها المكتبة الأم. والمكتبة المركزية طبعا دي يعني بتواكب التطور والتقنيات الحديثة، وبنحاول ننفتح على العالم الخارجي والاتصالات. أول ما بتخش المكتبة بنلاقي البهو بتاع المكتبة، في عندنا الفهرس الإلكتروني. الفهرس الإلكتروني في قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة، بنقدر من خلالها اليوزر يقدر يستخدم عنوان أو 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 مؤلف، يقدر إن هو يحطه على الفهرس، وبالتالي بيقدر يطلع له الكتب المتاحة، بيطلع فوق القاعة بتاعت الكتب أو الرسائل، يقدر إن هو بسهولة ويسر إن هو يحصل عليها من الأخصائي الخاص بالقاعة. احنا عندنا كنوز متمثلة في متحف جامعة القاهرة، وبيضم مقتنيات الجامعة خلال 100 عام. في حاجات جميلة جدا، يعني اي حد من خارج الجامعة مش داخل الجامعة يحق له ان هو يشوفها. ومثلا هنلاقي ان في كرسي العرش بتاع الملك فؤاد الاول، هنلاقي المكتب بتاع فاروق الملك فاروق، هنلاقي ان في صوره للزعيم مصطفى كامل، الاميره فاطمه اسماعيل، هنلاقي حاجات مهداه من 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 معظم دول العالم مهداه، هنلاقي ان في نسخه اصليه من كتاب وصف مصر اللي حرق للاسف في المجمع العلمي مؤخرا. فده حاجه لازم ان احنا كل انسان في مصر لازم يشوف الثروه الهائله الموجوده عندنا في هذا المتحف. احنا بنقول ان احنا ما عندناش اي مانع ان اي حد بيجي، بس بيجي بشكل ان هو بيجي العلاقات العامه وبيسجل ان هو بيحجز، عايز لازم يحجز قبل ما يجي على اساس ان هو يكون متاح لي، ممكن في التوقيت اللي هو يجي فيه يكون احنا عندنا زيارات، لان بيجي لنا زيارات من يعني من مختلف انحاء العالم. يعني كان عندنا قريبا 11 دكتور بيمثلوا جامعات امريكا جايين عشان يشاهدوا المكتبه المركزيه الجديده، وده فخر لينا طبعا. رساله يوجهها استاذ يسري حجاج مدير العلاقات العامه بالمكتبه الى كل من يهمه الامر، لا يفوتك زياره المكتبه المركزيه. اشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.